السلام عليكم ورمضان كريم. ورجعت لكم تاني برسالة بنشرح فيها العروسة والحالة. عروستنا اليوم بتقول لحماتها: يا خالة، وضع بيتنا الاقتصادي تعبان ولا البالة، الدخل شحيح وعشان نزوده استحالة، فمطلوب منكم كمذكورين تساعدونا بمبلغ مالي كمالة عشان نحطه في جانب الدينين ونظبط قايمة الدخل، أو اصرفوا علينا شوية من إيرادات بيع النخل عشان نظبط ميزانية البيت، ونصرف على صيانته وندهن الحيط، وآخر السنة يكون عندنا مخزون. لو نقص عن المفروض هتلاقي ابنك مسجون، وتلاقيها في كل مناسبة تقولك: اوعى وشك ده أنا إيه. انتظر ردكم في التعليقات قبل ما تضرب تفليس الشركات.